أهلا وسهلا متابعي قناة سيف وولف، أتمنى أن تكونوا بخير. سنتابع من خلال هذا الفيديو 10 معلومات حول سلسلة شوف لي حل. من منا لم يتابع أشهر سلسلة هزلية في تاريخ تونس؟ شوف لي حل. خلال هذا الفيديو سوف نتعرف رفقة بعضنا البعض على 10 معلومات حول السلسلة قد تبدو مفاجئة. قبل البداية أتمنى من عشاق شوف لي حل ومتابعي القناة دعم الفيديو بلايك، واكتب لنا تعليق إذا كنت تتابع يومياً شوف لي حل أم لا. أولاً، مكان تصوير شوف لي حل. وقع تصوير شوف لي حل في مستودع أو دبو باللغة العامية في مدينة الشرقية من ولاية أريانا، ولا وجود للبلاص في الحقيقة كما كنا نعتقد. وقد وقع تصميم الدبو ليبدو كأنه بلاص بواسطة الخشب المقوى، أي الكونتر بلاكي كما تشاهدون بالصور. ثانياً، هل تعلم أن دار حي النصر التي انتقلت عائلة سليمان الأبيض للعيش بها في الأجزاء الأخيرة من السلسلة، في الحقيقة وقع تصميمها في سطح نفس الدبو الذي صمم به البلاص، بمعنى دار النصر توجد فوق البلاص مباشرة. ثالثاً، سلسلة شوف لي حل ساهم في نجاحها بالإضافة للممثلين رجال في الخفاء وراء الكاميرا، ونعني بذلك المخرج وكذلك كاتب السيناريو حاتم بالحاج. فقوة السلسلة في السيناريو الذي لم تشهد مثله التلفزة التونسية. رابعاً، سنة 2015 نجح شوف لي حل في التفوق على مسلسل حريم السلطان في نسب المشاهدة، مع العلم أن شوف لي حل وقتها يعرض كإعادة على القناة الوطنية، وفي المقابل حريم السلطان يعرض بصفة حصرية على قناة نسمة. خامساً، هل تعلم أن ابن الرئيس السابق زين العابدين بن علي كان وراء استمرار شوف لي حل؟ فوفقاً لما صرح به عدد من الممثلين فإن السلسلة كانت ستتوقف، ولكن صدر قرار من رئاسة الجمهورية آنذاك بإنتاج جزء آخر من السلسلة بناء على رغبة محمد ابن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. سادساً، امتدت سلسلة شوف لي حل على 6 مواسم وبمجموع 135 حلقة وبمشاركة قياسية لعدد الممثلين، فبالإضافة للممثلين الأساسيين كانت كل حلقة تقريبا تسجل مشاركة شرفية لاثنين من الممثلين الآخرين كأقل تقدير. سابعا، الموسم الأخير من شوف لي حل كان سنة 2009 وتوقف العمل بسبب تراجع المشاهدات حسب قرار التلفزة الوطنية، ولكن اليوم لا تزال السلسلة تتصدر نسب المشاهدة على القناة، وتقريبا فشلت التلفزة التونسية في إصدار عمل جديد يحقق ولو ربع ما حققته سلسلة شوف لي حل من نجاح. ثامنا، في البداية كان هناك جزء وحيد من سلسلة شوف لي حل كما سبق العمل به مع أعمال أخرى مثل لوتيل والسباريت عزيز، ولكن فيما بعد تقرر تصوير أجزاء أخرى. تاسعا، هناك البعض من المشاهد في سلسلة شوف لي حل أداها الممثلون بواقعية جد احترافية، مثل مشهد عيد الأم حينها سليمان الأبيض تأثر بسبب عدم تقديم هدية لأمه في الحلقة، وبالفعل أثناء التصوير تأثر سليمان الأبيض لدرجة البكاء الحقيقي. عاشرا وأخيرا، تبقى سلسلة شوف لي حل من أنجح وأشهر الأعمال في تاريخ تونس من حيث كل المعايير، نسب المشاهدة، الإعادات، الممثلين، السيناريو، الإخراج. في النهاية أتمنى أن يكون قد نال أعجابكم الفيديو، الرجاء الاشتراك بالقناة. شكرا جزيلا للجميع، ودمتم في رعاية وحفظا من الله.